افتتحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية مشروع تطوير مدخل سار الجنوبي من شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة في عدد من شوارع المملكة ضمن إجراءات الحزمة التحسينية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية عند التقاطعات الحيوية. وصرح المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن المشروع يهدف إلى خلق انسيابية للانعطاف يمينا من شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه سار، وكذلك الحركة المرورية الخارجة من سار إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان عبر نفس التقاطع لتحقيق انسيابية مستمرة للحركة على شارع 27 في الاتجاهين وتسهيل الوصول إلى المناطق السكنية والمجمعات التجارية الموجودة التي قيد الإنشاء. وأوضح المهندس خلف أن المشروع تم تنفيذه وفق خطة قصيرة المدى كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق بقيمة إجمالية تبلغ 1,200,000,000 دولار أمريكي ممولة من برنامج التنمية الخليجي في فترة زمنية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في تطوير شبكة الطرق بالمملكة. طبعا يتم اليوم افتتاح مشروع تطوير مدخل سار الجنوبي، والمشروع هو أحد المشاريع التحسينية السريعة التي وجه فيها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لتخفيف من الاختناقات المرورية على عدة تقاطعات وطرق بمملكة البحرين. طبعا المشروع هو يعني مثل ما نعرف احنا ان منطقة سار تشهد نمو عمراني متسارع، وهذه ادى الى زيادة حجم الحركة المرورية في منطقة سار، بحيث ان وصلت عدد المركبات التي تستخدم شارع 27 الى اكثر من 22 الف مركبة يوميا بمعدل 2000 مركبة في وقت الذروة في كل الاتجاهين. طبعا المشروع هو يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمدخل سار الجنوبي بتوسعته لتواكب الزيادة في حجم الحركة المرورية، وأيضا إضافة مسار خاص على شارع 27 عند تقاطعة مع شارع 79 للمرور المتجه يسارا، بحيث ان هذا المرور لا يعطل المرور النافذ الى منطقة سار. المشروع يعني بعد اجراء هذه التحسينات اللي ذكرناها سيرفع الطاقة الاستيعابية للمدخل الى 40%، مما يسهل وصول المواطنين الى المناطق السكنية والمجمعات التجارية الموجودة والتي قيد الانشاء. طبعا احنا بدينا المشروع في منتصف شهر مارس وبتكلفة تقريبا 200,000 دينار. طبعا المشروع هو ايضا يعد جزء من خطة اكبر واشمل تشمل توسعة شبكة الطرق المحيطة بالمنطقة، واللي تشمل تطوير شارع 27 الى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه، وأيضا زيادة عدد المسارات على شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وأيضا تنفيذ المرحلة الثانية من تقاطع جسر من تقاطع الجسرة، وأيضا توسعة شارع الجنبية وتوسعة شارع البديع، بالإضافة إلى تطوير التقاطع بين شارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع خليفة بن سلمان، مما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق وحدوث نقلة نوعية لشبكة الطرق في المنطقة المحيطة.